الكسل الدراسي هل هو جينات بالجسم؟ هل هو عدم فهم من الطالب؟ هل هو في مشكلة عنده عقلية؟ هل مشكلة نفسية؟ كثير من الأسئلة ممكن يسألها الإنسان إذا حس أو شاف أو عرف أن ابنه عنده كسل دراسي. الكل يتمنى أن يكون عياله من المتفوقين ومن اللي فاهمين ومن اللي دائما رافعين رأسه بالنسب العالية. حبينا نتكلم عن هذه الفقرة أكثر مع ضيفنا الأستاذ علي دشتي، رئيس الاتحاد الكويتي التنموي. مساك الله بالخير بحسين. مساكم الله بالخير، ومسي على السادة المشاهدين، حياكم الله. بحسين، الكسل الدراسي يمكن مثل ما نقول يتصف فيه عدد غير بسيط من الطلبة. تعتقد أن نتيجة الحظ العاثر ولا نتيجة مشكلة نفسية مثل ما قلنا، أو شيء خلل بالولد نفسه؟ شنو المشكلة؟ نعم، ممتاز. بداية بسم الله الرحمن الرحيم، يعني احنا ممكن نتكلم عن القضية هذه من ثلاث محاور. المحور الأول اللي هو المحور العلمي، المحور الثاني هو المحور الاجتماعي، المحور الثالث اللي هو المحور النفسي. يعني انا افضل ناقشها اكثر ما ناقشها من وجهة نظر شخصية افضل، عشان اساس انه يكون يعني الكلام له وزن اكبر. اولا، كلمة حظ انا اتحفظ عليها، انا ما اؤمن بالحظ حقيقة، ولا اؤمن ان واحد يعني حظه يكسر الصخر، واحد حظه ضايع لان هذا في شيء نوع يعني في نوع من عدم العدالة. وحاشا لله يعني ان تنتفي من العدالة بين خلقه، ولا هو الرحمن الرحيم. فلا، يعني موضوع التعثر الدراسي إن صح التعبير هو اللي أثر على يعني وضع الطالب أن هذا متفوق أو كسلان. الحين لو تكلمنا عن هو حظ، لا، ما هو حظ. أوكي، وين الخلل وين المشكلة؟ المشكلة الحين نتكلم من ثلاث محاور. أول شيء خلينا من المحور العلمي. أول، لازم نعرف بأن الإنسان قدرات، وفي قدرات طبيعية. من جزء من القدرات الطبيعية عند الإنسان اللي هو نوع الذكاء، وأيضا عملية الاستيعاب والفهم والقدرات. في السابق ما كان في يعني نوع من تسليط الضوء على هذه الأمور، الآن لا، في وعي أكثر. اللي أنا بتكلم عنه الحين اللي هو ما يسمى يعني الطالب الكسول أو الكسلان في المدارس، غالبا يكون نعم ضحية عدم توجيه وإرشاد من البداية، يكون هو في البيئة الغير مناسبة له. شلون؟ يعني ممكن هذا الطالب يكون نقول استقباله العقلي سليم وما في شيء، ولكن ممكن في أشياء تأثر عليه من بداية حياته، إيه اللي تؤدي إلى هالكسل اللي تفضلت فيها، اللي هي الجينات، اللي هي يسمونها من ناحية العلمية صعوبات تعلم. في طلبة يكون عندهم صعوبات تعلم. حسب الدراسات والإحصائيات اللي أفادوا أن فيها الأخوان في مركز تقويم الطفل، بأن صعوبات التعلم عندنا في الكويت تصل نسبتها إلى 15% في مدارس الكويت. غير بسيطة. نعم، في المدرسة الواحدة نسبة 15%. تزيد عند الأولاد أكثر من البنات. صعوبات تعلم بأن هذا الطالب، البعض تحفظ على 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 مصطلح صعوبات تعلم، قام يسمونها اختلافات التعلم، learning differences وليس learning difficulties. قال لك لا، هذا ما عنده صعوبة ولكن يتعلم بطريقة مختلفة. وأتوقع هذا نفس شلون لما يقول لك والله المعاقين أو ذوي الاحتياجات الخاصة. قال لك لا تحطونه في خانة صعوبات تعلم، وإنما يتعلم بطريقة مختلفة. هذا الطالب يكون عنده صعوبات تعلم، بالتالي طريقة التعليم التقليدي اللي يتعلم فيها الطالب أو الطالب يعني الطبيعي ما تناسبه. فيكون عنده مثلا إذا عنده صعوبة قراءة أو كتابة اللي احنا نسميها الدسلكسيا أو الدسجرافيا، وفي عندنا الدسكالكوليا اللي هي صعوبة حساب، هذه كلها تعتبر شنو الصعوبات. هذه شغلة بالفطرة بالجينات، يعني هو لما يقرأ ما يشوف الأحرف نفس الإنسان الطبيعي، يشوف الحرف يتحرك أو الكلمات ترقص. أو بعضهم يكون عنده اضطرابات سلوكية اللي احنا نسميها الـ ADHD الـ Hyper Activity والـ Attention Disorder اللي هو التشتت الانتباه أو الفرط الانتباه على طول. نعم، أو فرط الحركة. هذا الطالب يحتاج بيئة تعليم وتعلم خاصة في غير الإنسان الطبيعي. فإذا احنا حطينا مثلا السمكة وقلنا لها أنت تسلق الشجر مع مثلا القردة، هذه مو البيئة المناسبة. لا، بالضبط، هي مو مخلوقة حق البيئة هذه. فبالتالي احنا حطينا الطالب الغير مناسب، او عفوا حطينا الطالب هذا بالامكانيات اللي عنده بالمكان الغير مناسب، بالتالي احنا حولناه ضحية بسبب عدم توفير التوجيه والارشاد. وفي اختبارات نقيس فيها اذا هو عنده صعوبات تعلم من البداية، فبالتالي يكون عنده مدارس ومناهج خاصة في التعليم الخاص فيه. هذه ينتج عليها الكسل. هل هذه حال مرات استاذ علي ان الاجواء الدراسية وطرق التعليم من بعض المدرسين تؤدي إلى أن الطالب يصير كسول وهو أصلاً يمكن حتى ما عنده صعوبات تعلم؟ نعم، ممكن إذا هو
قل لي بالحديث الشريف عن الرسول صلى الله عليه وآله وسلم قل لي من خليلك أقول لك من أنت، المرء على دين خليله. إذا كان هو في إحنا نسميها الأجواء أو الأتموسفير البيئة اللي هو فيها ما كانت إيجابية بحيث المتأثر بالأصحاب والصحبة اللي حواليه وهذول ناس مهملين ويغلب عليهم طابع سلوك التمرد وإلى آخره، فبالتالي نعم راح يصير مهمل. ولكن إحنا دائما نقول هل هذا هو مجبر عليه أم باختياره؟ باختياره. هو مو مجبر أن يكون إنسان متمرد أو كسول أو كذا أو مهم، يعني هذا الإهمال باختياره هو، متى ما توفر له الحافز والوعي سواء من البيئة المنزلية أو البيئة المدرسية راح يكون إنسان يعني المفروض أنه يتخذ القرار حسب ما هو يبي. فبالتالي نبي نقرص في أبنائنا أن أنت يعني ماكو إنسان ناجح وإنسان فاشل، وإنما في إنسان اختار النجاح وفي إنسان اختار الفشل. نبي نبرمج على هال، يعني أنا أبوي الله يذكره بالخير يعني صراحة يعني أمسي عليه من خلال الشاشة دائما كان يقول لي أيام الدراسة أقول له يبقى الامتحان صعب، يقول لي ماكو صعب أو سهل، إذا درست يصير صعب وإذا ما درست إذا درست يصير سهل وإذا ما درست يصير صعب. صحيح. فكان يقول لي باختيارك. ففعلا يعني هذه برمجة بالنسبة لي كانت جدا إيجابية، أدرس تسهل مادة، هذه شغلة. الشغلة الثانية عندنا شيء اسمه فروقات فردية اللي هو نوع ذكاء الطالب. إذا هو ما كان مثلا عند الذكاء المنطقي حسب نظرية المالتيبل انتليجنس الذكاءات المتعددة، في عدة ذكاءات، في الذكاء المنطقي الإيقاعي البيئي اللغوي، الذكاء المنطقي اللي هو يكون شاطر بالأرقام والرياضيات. إذا ما كان عنده هذا الذكاء أو قليل نسبته قليلة، لأن كل 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 الناس أذكياء، ترى ماكو إنسان هم غبي وذكي على فكرة. الكل. الكل نعم الكل عنده ذكاء. هذه هذا عدد درجات يعني يكون. أنواع. أنت أنت مثلاً كمذيع ما شاء الله عليك لبق متفوق كذا، أنت تمتاز بالذكاء اللغوي، ولكن ميولك المجال الإعلامي، في واحد لا والله ميوله مدير علاقات عامة، أو واحد ميوله بالذكاء اللي عنده اللغوي أنه متمكن ومتمرس يكون محامي. هذا على قولة صاحبنا بالهذا يقول يعني قصيت لسانه ما منه فايدة. زين، لأن هذا بالفعل يعني مع احترام محامي لا يزعلون بعد، القصد أنه هو يبقى الذكاء اللي عنده والقدرات مع الميول هذه تصنع الفارق في حياة الإنسان والتميز. اللي عنده ذكاء منطقي شاطر بالأرقام والرياضيات وعنده سهولة، تعالي بحق الأحرف والحفظ وكذا يعاني بصعوبة، والعكس تعوز. نعم والعكس. فتشوف في طالب يميل حق بعض المواد وشاطر فيها، والمواد يعني بعض المواد يواجه صعوبة فيها، شنو بس الحل؟ بس بس آه شنو الحل؟ الحل يشد حيله بالمواد اللي يواجه صعوبة فيها عشان يرفع نسبة الذكاء، لأن المخ مثل العضلة تعليمية مختلفة عن الوضع العادي. طبعا اللي هي حق صعوبات تعلم مثل ما قلنا، صعوبات تعلم هذه حاله. انا الحين اتكلم عن الانسان الطبيعي اللي هو حسب نوع ذكائه يشوف نفسه هو متمكن ومتمرس في بعض المواد ومتفوق ويعاني في صعوبه في بعض المواد، هناك يقوي نفسه، يعني يدرس اذا مثلا حق الرياضيات بدل لا يدرس ساعه يدرس ساعتين. خلينا نشوف عندنا استطلاع راي نشوفه ونرجع معك ان شاء الله. حسين ممتاز، من بعدها خلينا نشوف استطلاع ونرجع معك. في البداية لازم أعرف سبب الكسل هذا، هل هو سبب من البيئة اللي عايشها، سبب من ذاتي نفسه، أو لا من صدمات هو استقبلها، حاشته بعض المحفزات أو حاشته بعض الإحباطات اللي خلته يصير بهالطريقة. يعني اللي صار كسول، ماكو أحد انولد بالدنيا كسول، أكيد في شيء صار له، أو أن البيئة المحيطة هي اللي خلته بهالطريقة. فأكيد البيئة وال يعني العمل على هالشخص هذا ممكن يتحسن، ماكو واحد ما يتحسن، كل الإنسان له قدرات طبعا، كل واحد وقدرات اللي يكتسبها، بس ماكو واحد ما يتحسن، اللي مثل ما صار أسوأ يصير أحسن، بس يبي له واحد يبذل عليه مجهود، مع بذل المجهود يتحسن، بس إذا بنخليه ما راح ماكو شيء راح يتحسن، يظل مثل ما هو. الطالب يبي تشجيع من المدرس، أنا أعتقد أن المدرس ما يعطي الطالب الكسول حقه. الطالب الكسول أعتقد أنه مهمل بسبب كسله، فأعتقد أنه لازم بالمدرسة يلقى تحفيز من المدرس أو من المدرس إجمالاً، يعني لأن هذا الطالب الكسول هو بنظر الأستاذ كسول وفاشل، فالأستاذ أهمله، مدرسه أهمله، فلو الأستاذ أهتم فيه زيادة على اللزوم كان وضعه راح يكون مختلف. أعتقد أكيد يتغير ويصير من أحسن يكون تغير، عن ما بس عطى الحوافز، عطى التشجيع، عطى الانتباه، انتبه له بس هذا هو.
انتبه له وكل شيء يصير مضبوط. بداية انت انا اقول لك اذا 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 قلت طالب كسول من سوء الاداره، من سوء والدينه، ما حد يدري عنه، مهمل، ولا حد يسال عنه ولا غيره، ولا حد يراجع المدرسه، عرفت؟ وبالتحفيزه بكل شيء، بجميع انواع المحفزات، باللي يحب الولد. ما في طالب بيجي كسول بينخلق كسول، طالب الكسول فيه اكثر من دافع ممكن ينشطه. تعامل الاهل، تعامل ممكن المدرس بيطلع على جوانب وبترك جوانب. هلا نحن لاحظنا انه المدرسين كثير بيطلعوا على شكل الطالب، ما بيطلعوا شو بيعرف. ما في طالب كسول ما بيعرف شيء، في طالب كسول بيعرف شغلات، في شغلات ما بيحب يعملها. اما كسول ما في كسول، ما في شيء اسمه كسول. رجعنا معاكم مشاهدينا بعد ما شفنا هذا الاستطلاع. استاذ علي، في من يحط اللوم على المناهج ويقول ان المناهج، البعض من المناهج غير مناسب يعني وصعوبته على الطالب، وكثير من الناس تشكي اليوم من المناهج. احنا بشكل عام أمانة يعني حتى ناس متخصصين في وزارة التربية اليوم قاعد يشكون من المناهج. هل المناهج لها دور ايضا في هذه الحالة اللي يعيشها بعض الطلبة من الكسل وعدم فهم هذه المقررات الدراسية؟ ممتاز. هني ايضا ما بيتكلم من وجهة نظر شخصية وابدي رأيي الشخصي، وانما خلنا نتكلم اكثر من واقع ارقام واحصائيات. حسب مشاركاتنا في المؤتمرات الدولية والارقام والاحصائيات اللي عندنا، يعني الابحاث التربوية الحقيقة اغلبها، يعني هذه النتيجة من اكثر من 500,000 بحث تربوي تم جمعهم، وهذه خلاصة النتيجة. ما هو العامل المؤثر رقم واحد على العملية التعليمية، على نجاح العملية التعليمية؟ الدول الأولى بالتعليم على مستوى العالم اللي الآن هم الصين، على فكرة الدولة الأولى في العالم بالتعليم الصين. الصين اليوم وصل؟ نعم، هو اليابان أعتقد قبل. نعم، الآن آخر يعني الإحصائية 2013 كانت الصين. أوكي. لما سووا الدراسة شافوا شنو العامل المؤثر رقم واحد على العملية التعليمية. شنو؟ قبل لا اقول شنو، ابي يعني متوقع العين، يعني حتى الساده المشاهدين اكيد احنا حسب ما نتكلم بالمجتمع نقول والله المناهج، عدد الطلبه بالفصل، المرافق التعليميه، مثلا طرق التدريس الى اخره. العامل المؤثر رقم واحد هو المعلم. رقم واحد المعلم. يا جماعه كثر ما نتعب على المعلم، على جوده المعلم كمهارات وكطريقه، يعني كمؤهل مكافي، يعني مو كافي المعلم انه يكون عنده بكالوريوس تربيه او مختص في الرياضيات او اللغه العربيه، هذا مو كافي. هذا يسمونه مؤهل، هو كواليفايد بروفيسور اذا ما عنده طريقه تعامل بالضبط مهارات نعم، المهارات اللي يدرس فيها، المهارات هذه جدا مهمه. صحيح. نعم، ويعني جوده التعليم اللي قاعد يقدمها المعلم، هو حتى لو المنهج مهما كان المنهج المعلم يقدر هو اصلا يثري المنهج. صح. فتضحت الدراسات بان المعلم المتفوق او اللي يعني يكون جدير كومبتنت يعني يوفر نسبه استيعاب للطالب 4 أضعاف المعلم المتدني المستوى. ما شاء الله. 4 أضعاف، يعني انت تدرس عند معلم سوبر او هذا اللي احنا نقول عنه الجدير، ف يعني مستوى استيعابك وفهمك 4 أضعاف عن المعلم اللي، فتفاوت مستويات المعلمين، مع احترامي حق المؤسسات التعليميه اللي مسؤوله عن مخرجات التعليم، يعني انا ما ابي اقول ان فيها خلل، ولكن كثر ما نتعب عليها راح ناثر على التعليم. فالحين لو يعني لما نقول ان رقم واحد هو المعلم، المعلم نعم في هالحاله. نعم. استاذ علي، هل اذا كان الطالب في طالب مثلا عنده كسل في 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 ماده والمعلم عنده المهارات القويه السوبر اللي انت قلتها يقويه، هل يقدر يقوي ويقوي؟ نعم. من الابداع التفكيري عنده، من سرعه البديهه، 100% عندنا تجارب يفهم يستوعب اكثر. نعم، عندنا تجارب طلبه كانوا متعثرين وكثيرين الرسوب في بعض المواد، حطوهم في منهج اثرائي مع معلم كان هم مسؤوليته، ويعني عندي تجارب نجاح انا ما ابي الحين اذكر اسماء، ولكن يعني حقيقه الان قاعد تستحضرني بعض الاسماء. يعني في تجارب ان معلمين نعم صنعوا الفارق، وعلى فكره بعضهم مو بالمنهج الدراسي، بعضهم في مهارات الحياه، اشتغل على الجانب النفسي عند الطلبه. يعني ايضا احنا في مشروعنا الحين اللي شغالين عليه للتوجيه والارشاد الطلابي، عندنا من الحالات اللي تدربوا عندنا في دوره اقدر اصير اشطر مهارات تفوق دراسي. نعم. ما له علاقه بماده معينه،
5 كانوا ساقطين نجحوا. أقدر أصير أشطر؟ نعم أقدر أصير أشطر. 5 حالات رسوب ونجحوا. في عندنا ناس كانوا جيد يابو امتياز. ليش ارتفع؟ هذول مو كسالة، كان محتاجين الجانب النفسي اللي هو متعلق بالجانب التحفيزي وليس لا علاقة أيضا حتى في المعلم أو البيئة المدرسية. كان هو من نفسه عنده يعني خلل بالتواصل مع ذاته من خلال الكلام السلبي عن الدراسة عن المدرسة عن إلى آخره، أو يمكن يردد بينه وبين نفسه أن الدراسة صعبة المدرسة ملل. فهم قصدي شون هذه هو قاعد يبرمج نفسه على حالة سلبية. بس هل من الممكن أن يكون في بعض يعني المشاكل في البيت مع الأهل والد والوالدة ممكن تسبب حتى وجود هذا الكسل عند الطالب؟ يعني الطالب ممكن يكون حي نعم وعنده القدرة نعم على الدراسة نعم بالشكل الصحيح نعم، لكن نعم المشاكل ممكن تحطمه من داخل حتى يقوم ما يستوعب. نعم هناك دراسات أثبتت بأن على سبيل المثال خلينا نكون يعني مور سبيسيفيك أو محددين أكثر أن العنف الأسري يأثر بشكل مباشر على التعثر الدراسي. العنف الأسري حنتكلم عن إما العنف اللفظي أو الجسدي، سواء في حال يعني كثرة الصراخ والسب وإلى آخره والتوبيخ للطالب أو الابن في المنزل أو حتى الضرب يأثر على نفسيته. فنعم لا علاقة، ولكن أرجع وأقول مع شدة الظروف اللي موجود فيها الطالب. يعني لو ناخذ مثال جدا سريع، تيدي ستودارد أحد كبار الأطباء في بريطانيا وعنده مركز ستودارد لعلاج مرضى السرطان، كان متعثر دراسيا في المتوسط في الابتدائي بسبب وفاة والدته من مرض السرطان وإهمال والدة له. تبنته المعلمة وبأسلوب يعني تبنته احتوته إنسانيا، ارتفع مستوى الدراسي وتفاجأت بعد سنوات مجايب لها دعوة للبيت حفل تخرج كلية الطب. والآن يعني مو الآن طبعا سنة يعني هذه قديمة القضية، ولكن مركز ستودارد لعلاج مرضى السرطان من أكبر مراكز السرطان في بريطانيا. نعم. كان متعثر دراسيا. توماس أديسون كذلك معلمة قال له أنت راسك كبير وفي تراب ما تصلح للدراسة أنت مو ذكي، وأرسل رسالة إلى أمه وقضية معروفة يدزونها حتى في الواتساب. نعم. فأبتشة فقال له انت طبعا ليش؟ هو كان كثير السؤال والمعلم ما كان عنده اجوبه يعني اجوبه يعني يجاوب فيها اديسون. وكثره السؤال احنا نقول يا حق المعلمين يا جماعه هذه من علامات الذكاء، فلا يضيق صدرك حتى وليا وسع صدرك لمن يسال، هذا ترى يعني من علامات الذكاء. عموما فاتهم بانه هو غبي وما يصلح للدراسه وتم تسربه يعني تسرب من المدرسه، ولكن امه تبنته وساعدته في التدريس للعلم انها هي ايضا يعني متواضعه من ناحيه العلم والمعرفه، ولكن عطتها الجانب النفسي ومن عظماء علماء يعني التاريخ. لا. فبالتالي احنا لما نقول ان المدرسه تقول هذا طالب ولدكم يني شيطان ما منه فايده، هل تم تشخيص حالته فعلا؟ هل هو عنده صعوبات تعلم؟ هل هو مثلا معلم هذه الماده اللي هو كسلان فيها فعلا كف؟ هذا يسمعها بعض اولياء الامور فعلا في المدارس ان ولدك ما منه فايده. اي ولدك ما منه فايده. مع الاسف تلقى يمكن المعلم اللي قال هالكلمه هو ما يصلح للتعليم اصلا. فاحنا بالتالي لما نحكم على الطالب فلازم نشوف الاجواء. ممكن نفس ما تفضلت البيئه المنزليه في تفكك اسري، طبعا تفكك في ظل وجود الوالدين مش بالضروره حالات الطلاق انا اسميها تفكك، لا مع وجود الوالدين ومرت علي حاله تفكك اسري بالتالي صار تعثر دراسي. فنعم البيئه المنزليه. ولكن ارجع واقول هذه رساله لجميع الطلاب اولياء الامور، يا جماعه موضوع النجاح والفشل هو اختيار. اختيار وليس حظ او ان يعني بالجينات الله يخلق انسان فاشل او انسان ناجح، لا لا. وما ظلمناهم ولكن كانوا انفسهم يظلمون. انسان مختار، يعني لو الله يحكم علينا كذي يعني هذا ما هو عدل والعياذ بالله. ولكن الله اعطانا جميع الامكانيات والسبل ان احنا نصنع حياتنا جزء من صناعه الحياه اللي هو النجاح. هذه دعوه يعني لاي طالب متعثر او عنده شويه كسل، يعني وكانك تقول لأستاذ علي شد حيلك ترى الامر بيدك، يعني نعم انت تقدر نعم تغير من هو نفسك هو المسؤول. نعم تقدر نعم انك نعم تصير شاطر وتقدر انك تتفوق. نعم يعني بقدر حتى اكثر من طموحك اللي انت كنت تتصوره 100%. اذا تسمح لي استاذ احمد كلمه اخيره. نعم كلمه اخيره بما ان تكلمنا عن هذا الجانب. هل نصيحه بعد؟ نصيحه وايضا دعوه، ويعني دعوه وحل عملي. احنا الان عندنا مشروع وطني اسمه نويت ابن الكويت للتوجيه والارشاد الطلابي، نعطي فعاليات مجانيه لجميع ابناء الكويت حتى لغير الكويتيين. ممتاز. مهارات، دوره مهارات تفوق دراسي ودور ورشه عمل اختيار التخصص، وايضا الاكاديميك كوتشنج توجيه وارشاد مجاني بالكامل. اللي حاب يستلم اعلانات المشروع على هذا الرقم اذا تسمح لي بس اقوله حق اللي يبي يتواصل ويانا في الواتساب، رقم فريق التنسيق 55 90 66 33، 55 90 66 33. يتواصل بالواتساب يقول بس ابي استلم فعاليات المشروع. ألو. باكر واللي عقبه عندنا بجامعه الكويت، والاسبوع الجاي عندنا ايضا في برج الحمراء فعاليات على مستوى الصبح والعصر مجانيه ومتاحه للجميع.
نرحب فيكم ونساعدكم حق يعني اللي حاب مساعده في الجانب الدراسي بدون اي مقابل. حياهم الله. شيء جميل يعني تشكرون عليه امانه على جهودكم استاذ علي، كل الشكر لك وعلى كل القائمين على هذا المشروع نويته من الكويت على ما تقدمونه من خلاله. اشكرك جدا بعد على هذه الفقره الجميله اللي قضيناها معاك، وان شاء الله يكون عد النصائح اللي قدمناها اليوم للكساله نقول يكون فيها شويه صحوه ان يطور من نفسه الى الافضل ان شاء الله. نعم التغيير غرار. نعم كل الشكر لك مره ثانيه. شكرا. مشاهدينا انتهت الفقرة الثانية، عندنا الفقرة الثالثة مع الأستاذ وليد الهندي وفهد الخنين، ولكن بعد الفاصل خليكم معنا.